كاين صابني عندنا بالنسبه لي عنده مستوى ولا كيلعب في لا ليغا عنده مستوى باش يجي ولا دخلتو صافي غندخلو عنده مستوى باش نسالي سهله عطيت الله دخلتو في المونديال ضد كرواسيا كنلعب قبل ما لعبش دخل بدا الغرض هي هذه الكره اللي كنعرف في المنتخب كنعرف شي حاجه اخرى ديال ادخل ولا ما دخلش ولا داخلين هنا صافي عندهم لو نيفو ولا احتاجناهم يا با ان اكسكوز ما كانش علاش دخلتيني 10 دقائق ما كنتش عارف خصك تكون موجود هذه البلاد هذه المنتخب ولا جبتهم سي كي ميريت سي دي جون دافنير اي جوان ليغا لا شارنيير سنترال باش ما نكلبوش كنعرفوها الدفاع كنعرفوها ويا خاصهم يكونوا موجودين باش يحركوهم باش يبينوا هما هنا ولا احتاجناهم غيكونوا موجودين بحال في كاس العالم ومن بعد باش نسالي على الكاس العالم قلتي ما كناش ما كانوش ماركاو ضدنا قبل وماركاو ضدنا اكثر كتطلع في لا كومبيتيسيون اكثر لو نيفو كيطلع في الاخر ما لعبناش مع فرقه صغيره في مونديال ملي دخلنا لعبنا مع فرنسا في دومي فينال ولعبنا مع كرواسيا ماتش 3ييم 4ييم بلاس دونك اكيد غيماركيو علينا هاد الفرقي يقدروا يماركيو علينا سي كوم ملي كيهضروا لنا على لي ستاتستيك ديالنا في العام ونص اللي الناس ما باغينش يعرفوا لعبنا 7 ماتش كونتر التوب 10 مونديال انا ملي جيت لعبنا 18 ماتش يمكن ولا 17 ماتش لعبنا 7 ماتشات بعدا مع التوب 10 مونديال deux fois la Croatie on bat chauffe le classement FIFA les 10 meilleures équipes et mkin f dik 5 سنين ou 6 سنين لعبنا un top 10 ou la deux top 10 في ليستوار ديالنا حنا لعبنا في عام ونص bien sûr on va encaisser des buts bien sûr on va avoir des défaites parce qu'on joue le top mondial bien sûr ولا كنا استاهلنا عندنا عامين ديال لي ماتش اميكو نلعبو مع لي 50e مع لي 60e حتى نقدر نخرج انفانكو ونكونوا فرحانين وما انكيسيناش وعندنا احسن دفاع امتى كتعرف الدفاع ديالك ولا المستوى ديالك مع لي ميور حنا لعبنا مع لي ميور في العام ونص بالحق باش نسالي معاك سو سرا با ان اكسكوز ولا طرات في لا كومبيتيسيون دخلوا الدراري وما كتبناش شي حاجه الاكسكوز سو سرا با دو عمرو ما لعبوا سو سرا اما عندهم مستوى اما ما عندوش مستوى انا اللي غنهز لا ريسبونسابيلتي Bonjour coach, Amine Ouba, journaliste à SNRT News. Ma question sera par rapport aux adversaires du Maroc dans le. Fais-nous un mhabba, ma chouffe. Juste avant. Ah ouais, l'accent. Asmahli. Ma question sera par rapport aux adversaires du Maroc. On aimerait bien savoir si Monsieur Walid suit déjà les adversaires, comment se préparent les adversaires du Maroc dans ce groupe. Et j'ai une deuxième question. C'est une question. Deuxième question, c'est quelles sont les choses que vous redoutez qui peuvent, selon vous, faire défaut à l'équipe nationale lors de cette CAN. Bon, nos adversaires, bien sûr, quand tu vas home, le matin, nous avons un staff qui est élargi, encore plus de personnes, fat staff, mais nous connaissons Moustawa, nous connaissons au niveau des grands pays mondiaux, donc quand tu vas home, quand tu vas home, le hakli qui est amené, au dima, quand tu vas home, n'est-ce qu'il y a un arvoni, il y a un l'adversaire, c'est pas quelque chose sur lequel je m'adapte beaucoup, l'imouim, il y a un arvoni, ou là, qu'on a fait Moustawa, il y a un il n'y a pas une équipe qui peut nous faire peur. Après, l'Ikankhaf, il y a dit justement, l'Ikangoulik, c'est l'humilité. C'est donc l'humilité d'Yelna. Mais on est une bonne équipe. On a ensemble. On a l'état d'esprit. L'Ikankhaf, la Coupe du Monde. L'Ikankhaf, sur des matchs d'après Coupe du Monde. On chauffe sur des matchs d'après Coupe du Monde. On a dit que l'état d'esprit, les kanakas, c'est ce qui peut nous faire défaut. Après, bien sûr, sans parler du climat, de l'adaptation, mais ça, ce ne sera pas une excuse pour les Goultans. Mais la première crainte, il y a Hna. Deux questions, Yak. C'est bon? Très bien. Sbakhir, c'est Walid. Anna Saïyash, من قناة الشرق. لاحظنا في القائمة إنصاف الشباب اللاعبين اللي كانوا تألقوا في كأس إفريقيا الأقل من 23 عام واش ممكن نعتبروا هذا كأس إفريقيا الحالية مرحلة انتقالية للمنتخب الأول وكيفاش ممكن البناء على تجربتهم السابقة رفقة الأولمبيين مع المنتخب الأول شكرا Comment dit Valo
c'est pas valorisé comment بالعربيه انا ما انا زعما ما حتيتش سي با ان كادو اللي كنحتي لهم بوغ مو ما كنشوفش لاج كنشوف لو نيفو ديالهم في لو كلوب ديالهم بعدا بيان سور لافونير كيلعب حتى هو كيعاون باسكو كتقول هذا مع لو بوتونسييل اللي عنده كيلعب في الفرقه ديالو pour le futur ou à l'adaptation de la farqa mzian bhak kanchouf par exemple saibari le mustawa dialo yestahil ykon maana ykon ando 23 22 ou 30 sna bilal dima kont kanamen bih sinon ma ndish coupe du monde abdi tawa ana shkon richardson واحد الولد اللي كان تبعوه من لو هافر العام اللي فات مور كوب دو موند انا مشيت لعندو لو هافر باش نحط له البروجي ديالو مع الاولمبي ومع ليكيب ا ودابا كيلعب تيتولير فرانس بروميير سيري شادي رياض سي لا ميم شوز سي ليفولوسيون يو 23 كان في بارسا ما كانش كيلعب مشى يجبر دو طون جو في بيتيس كيلعب تيتولير دونك عنده لافونير بني هما اللي يربحوا البلاصه ديالهم سي ميم با هما اللي يربحوها والصراحة باش نهضروا على ديك عاطفة باسكو تادي علم تغير في المغرب خصو يحيد العاطفة العاطفة ما انا ما كنعرفش العاطفة ولا شفتوا هاد لا ليست دابا داز عام بين كوب دو موند وبين كوب دافريك كان 11 لعابه اللي كان في كوب دو موند اللي ما كاينينش هنا وما عنديش انا شي مدرب في العالم اللي عنده واحد جروب كيبدلهم بحال اللي درت ديما جوستمون كيدير عاطفه كيقول غنموت مع الدراري ديالي انا كنشوف ملي اللي كيستاهل خصو يجي وهاد الدراري استاهلوا داو كوب دافريك مشاو لي كلوب ديالهم لعبوا في بروميير سيري Ou en plus, ils ont une marge de progression ou d'avenir. Donc, on a une ossature de la Coupe du Monde, les canaux, les titulaires, ou on a les deux blasas de la Coupe du Monde, les le maximum, je suis comme un groupe, ou tant qu'on a un groupe, on a un groupe de Moussa de la Montiakab. L'Istel Régir, Souibiyin, où la place, elle est très chère, je suis comme un groupe. Salam alaikum, Abdel Abou Sahab, mon cas, Khabarouna. Coach Walid, فرحانين كنشوفوا بوفال كاين مالغري كان ديرنيغمون كان بليسي غير بغيت نسولك ليطا ديالو واش واجد 100% باش يكون مع اللعابه علاش سولت السؤال قلت ربما الا ما كانش في ليطا ديالو مزيان كان ممكن نشوفوا لعابه اخرين باغ اكزومبل الرحيمي ولا باتنا ربما يكونوا اختيارات في حالات ما كانش هذا اللاعب واجد كاينه وسفيان سي لو شوا لو بلو ديفيسيل كان عندي بزاف ديال لو شوا كان عنده مشاكل مع 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 لو كلوب ديالو في لونجيسترومون ديالو دونك ما قدرش يلعب لي ماتش ديال البطوله لعب ماتش ديال الكاس اوريدو اليوم غيلعب ضد قطر القطري كنتبعو كنهضر معاه ملي مشى له واحد اللاعب اللي عنده الثقه ديالي اللي كنامن بلي كاليتي ديالو وكنامن اللي يقدر يعاوننا في هاد لا كوب دافريك باش ما نكذبش ونقدر وقلت له ولا كنا 23 ما غاديش يجي ولا كنا لا ليز ديال 23 ما نقدرش ندير لو شوا اللي درت معاه باغ كونت 27 واحد جوغ ديكسبيريونس يقدر يعاونني ورا في لا كوب دو موند ومور لا كوب دو موند ماتش ديال البرازيل اللي المستوى ديال سفيان مازال ما سالاتش كنت نقدر نجيب رحيمي كنت نقدر نجيب باطنا كنت نقدر نجيب صلاح كنت نقدر نجيب اخو ماش كنت نقدر نجيب بزاف ديال اللاعبين فهاد البوست بالحق اخترت سفيان اي سي مون شوا عندي الثقه اللي كبيره عليه وكنامن اللي غيرد لنا في التيران بحال كيبان لي كيستاهل علاش شنو دار مع المغرب لي ساكريفيس اللي دار قبل لا كوب دافريك اللي كان دار في الكاميرون لا كوب دو موند اللي دار فوالا دي فوا عندي واحد جوكر كنحطو غنحطو في سفيان الوغ مشينا على 30 دقيقه حنا في 40 دقيقه دابا للامانه وليد الكراكي قال لي ما كاين مشكل نبقاو غاديين في الحوار ولكن دابا باقي لنا وصلنا ل 40 دقيقه لي دو ديرنيير كيسيون سيل فو بلي اي اون فا كونكلور سيت كونفيرونس السلام عليكم سي وليد الى السلام حمزه بولال موقع انفو سبور السؤال ديالي هو شفنا بزاف ديال اللاعبين من المنتخب الاولمبي في اللائحه النهائيه واش كان تنسيق مع عصام الشرعي مدرب منتخب اولمبي خاصه اننا كنعرفوا اللاعبين متبوعين بلي جوز اولمبيك في باريس في الصيف واش كان يعني تنسيق معاه في الاختيار ديال هاد اللاعبين وكلمه اخيره شنو الميساج اللي توجه للعابه اللي كانوا قراب انهم يكونوا في هاد لا ليست وما كاينينش اول حاجه قلتها قبيله جاوبت ما كنديش اختيار على اولمبي ولا ماشي اولمبي كنشوف لي مهمه ولي مزيانه لينا
كفرقة الأول. أنا بحال اللي كنقول ما كنديرش لا فورماسيون وفي لي زيكيب ناسيونال ما كانش لا فورماسيون. كان كيستاهلوا كاينين كيلعبوا بحال اللي كنقول كان واحد اللاعب في ليكيب دو فرانس عنده 16 سنة علين 17 وغين زي أمغي ما كنقولوش خصو يدوز في لي أوفا ولا عندهم لا بلاص ديالهم جاو قبل جاو اليوم واللي غيستاهل يكون عنده أو 17 ولا ما كنشاورش مع 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 لونترينور ديال ليكيب أو 17 ولا 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 كيبان لي خصو يجي هي غنسقسي سعيد جبان لك وكل شيء بالحق ملي كيستاهل كيستاهل غيجي. Après, il n'y a pas de message plus que les U23 à l'Olympie. Mais quand nous jouons Olympique, quand nous jouons Coupe d'Afrique, quand nous jouons 2025, quand nous jouons 2024, c'est pas une erreur que je vais faire et c'est pas une erreur que sur laquelle je vais chercher à dire quand nous jouons, quand nous jouons Duelo, quand nous jouons 2024. Les questions, qu'on a 20 ans, qu'on a 30 ans, sauf tout la présélection qu'un Nordin Amrabat, les 55, qu'on a 60 latin, qu'un Tewa. على جواب ديالك على رحيمي باتنا وكل شيء تا أمرابط مع الإكسبرينس ديالو كيلعب أوروبا ليغ فلايكاتين في واحد بطولة تاهي اللي مزيانة تا هو كان كيستاهل بحال كندير دي شوا كندير لي شوا اللي كيبان لي لو ميو بور ليكيب ناسيونال باش نكونوا في المستوى ديالنا باش إن شاء الله نجيبوا هاد لا كوب دافريك. ديرنيغ كيستيون. السلام عليكم، محمد أبو قاسم بلودي سبو أنا. سي وليد، كرة القدم الحديجة فوتبول مودرن كتلعب أونيفي بسيكولوجي قبل من التيران، كيفاش سي وليد غيتعامل خصوصا أن كيفاش غتمكن أنك تخرج المنتخب مع ديك التراكم ديال الخيبات زعما أن البطولة ما جات سنوات، كاين واحد لامباكت قبل ديال مجموعة ديال الأفكار تاع قبل حول المغرب ما تتمشي كتكون مرشح ملي ما كيكونش الضغط ما كتكون كتلعب مزيان ملي كتكون مرشح خصوصا أنك كاتريام دو موند كتوصل كتلقى راسك امام مهمه ديال العامل النفسي هو الاول لاعب ضدك لان العامل النفسي من ناحيه التراكم ومن ناحيه انك جاي كاتريام دي موند ان كلشي لاعب باغي يلعب ضدك مزيان زائد ان العامل النفسي ديال اللعابه كيفاش غيلعبوا البطوله. شكرا. حنا دابا عام كنوجدوا في هاد لا كوب دافريك لو ديسكور سهل ديما كنقولها بيان سور يا البسيكولوجيك بالحق كان شويه التيران كوميم باسكو الا كان غير بسيكولوجيك عندنا لا كاليتي في التيران هادي عندك صح عندنا ان جروب كاملين في مستوى كاملين كيلعبوا في لي بون كلوب كاملين اون فورم الجامعه كتعطينا لو ماكسيموم باش نكونوا بيان اورغانيزي باش تو لي ديتاي يكونوا مكونترولي بني عندنا تو لي زانغريديون لو كوتي بسيكولوجيك بحال اللي قلتي حتى هو غيكون مهم باش نخرجوا من هاد لا بريسيون ديال هاد كوب دافريك خصنا نديوها بحال اللي كنقولها سي با دي مو سي با دي فراز اللي غتجيبنا لا كوب ماشي كل نهار غنقولوا خصنا نديوها ملي غنديوها هادي لا ميثود كوي ما كنعرفهاش اللي كنعرف هي الخدمه غتكون عندنا بوتيت اونتر 15 جور قبل لو بروميي ماتش ولا 17 جور غنوجدوا باش نكونوا لو جور جي بري وماتش ابري ماتش نكبروا كفرقه باش ان شاء الله نكونوا في المستوى ديالنا باش نوصلوا لو ماكسيموم ديال هاد الفرقه اللي تقدر دير مي اون اورا ني ديكسكوز كنفتشوا ما كنفتوش على لي زيكسكوز بلحا كو ميم طون ما كنديروش بريسيون طار من ضغط اللي نقدر نوصلكم كوب دي موند دازت درنا دومي فينال مزيان نسينا احنا غنزيدوا القدام دابا لو كوتيديان الخبز ديالنا هي لا كوب دافريك بالحق اللي ما نقولوش نحيدو دومي فينال درناها يبغيو الناس ولا ما يبغيوش اللي كيبغيونا يبغيو ولا ما يبغيوش دومي فينال درناها ديال كوب دي موند غتدخل في ليستوار واخا كاين الناس كيستناونا في الدوره باش ينقصوها يقولوا ولا خرجوا في كوب دافريك ما داوهاش بحال اللي ما داروا والو درناها هذيك انا نقولها على اللي ما كيبغيوناش اللي كيبغيونا هادي هي ما بقاوش يهضروا عليها لا غنهضروا عليها ولادنا غيهضروا عليها وغنبقاو نهضروا عليها علاش درناها بالحق هي نوفيل هيستوار اللي خصنا نكتبوا هي لا كوب دافريك اون نوفيل هيستوار اللي غنديروها ان شاء الله باش حتى هي من بعد نقدروا نهضروا عليها اونكور بالحق ما نقدروش نديرو كثر من الضغط نديوها هادي ما كتزيدش القدام زعما غنديوها هي علاش قبل ما كانوش بغينا نديوها كنا بغينا نديوها وفي لو فيتور غنبغيو نديوها مي ليتا ديسبري ماشي انا غنمشي نقول لهم خصنا نديوها هادي راه كاين خدمه كيفاش غنديوها لي زانغريديون لي خصنا نديرو باش نديوها نكونترولو لي ديتاي وان شاء الله ولا النيه مازال كاينه ان شاء الله غيكون خير. فوالا